حوار حصري مع وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن بحمد. جائحة كورونا بينت أنه مهما كانت القدرات متوفرة بترها ما كنتش تلقى لا لي ماسك لا لي ميديكامون لا كدا. تصريحات ومعطيات تكشف لأول مرة حول القطاع. 29 سبتمبر شفاو خرج لو برومي فلاكون تاع لو فاكسان كورونا فاكس. ودي خلينا الجزائر نكونوا دون لو كلوب فيرمي دي بروديكتور دو فاكسان مولمود. ما كاش بزاف البلدان اللي راهم ناس تنسى. الاحتكار والفساد والتلاعب الذي كان سائدا في قطاع الأدوية وكيف تجابهه الحكومة اليوم؟ لو برودوي ما يتلقاش هنا في الصيدليات. كان لماذا؟ كان المنتجين كانوا مع هذا لو برودوي كانوا يديروا يعني فونت كونكوميتون باش يبيعوا أدوية وحدوخرين. أي اعتمادات غير تلك الصادرة من الدوائر المختصة بالوزارة لم تكن سارية المثل. فالي نتوي. كان عندنا في مجال التوزيع أكثر من 600 ولا 700 يعني ترخيص تاع شركات اللي ما كانوش كاع يمارسوا في الميدان. كي يديروا يعني مصنع في الجزائر يصدروا ماشي غير يخدموا غير للجزائر. وهذه هي نورمالمون هذه هي يعني ملتي ناسيونال كونسيست دازا بي اللي كري با اون اوزين كو بور لو بي كري اوزين بور لا ريجون او بور لو كونتينون. كون فيك بور لو بي سا دير سي اون اوزين اليبي. ورانا نتفاوضوا على On a mis en place tout un dispositif pour que l'Algérie soit un paradis pour l'export. مفاجآت وتفاصيل أخرى ترقبها اليوم على الساعة 7 مساء عبر منصات موقعي ديزرت نيوز وسونتي نيوز. كونوا في الموعد.